الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وبعد نحييكم مجددا ايها الاحبه في جلسه علميه اسبوعيه جديده نتشرف من خلالها اليوم باستضافه الشيخ الباحث محمد وائل الحنبلي حفظه الله تعالى بعد طول غياب ولوعه اشتياق اكرمك الله طيب ليحدثنا في موضوع او يطوف بنا في متن الاربعين النوويه وقد اختار موضوع عنوانا لمحاضرته اليوم عنوانها بمحطات فكريه دعويه من رساله الاربعين النوويه محاضرنا حفظه الله س يعني يعطي محاضرة مدتها 45 دقيقة نتبعها إن شاء الله بخمسة عشر دقيقة أسئلة ومداخلات فعلى من لديه سؤال أو مداخلة إن شاء الله الإشارة إلى ذلك عند نهاية المحاضرة أنقل الكلام الآن للأستاذ المحاضر حفظه الله تعالى ليبدأ لي بمحاضرته تفضل أستاذنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. تحية طيبة إلى إخواننا في المنتدى الثقافي، وتحية لفضيلة العم الحبيب الكريم الدكتور أبي حسان على هذا يعني الاجتماع وعلى يعني حرصه وتواصله وعنايته بارك الله به وبكم جميعا سائلا المولى سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل والاخلاص فيه بكرمه انه سبحانه وتعالى سميع مجيب ايها الاخوه محطات فكريه دعويه مع رساله الاربعين النوويه. في المقدمه اقول من تتبع تراجم العلماء على اختلاف مذاهبهم ومناهجهم ومدارسهم وتوجهاتهم يعني من عصر الإمام النووي إلى زماننا الإمام النووي رحمه الله تعالى توفي سنة ست وسبعين من عصره يعني حتى من حياته إلى زمننا من تتبع كتب التراجم والتواريخ والاثبات والاسانيد والفهارس لوجد عنايه كبيره بالغه من علماء الامه بهذه الرساله. يعني مثال مختصر استطيع من خلاله ان ابين الفكره التي يعني هي مقدمه لبحثنا. لو رجعنا الى مثلا ترجمه أه الحافظ ابن حجر العسقلاني الحافظ الكبير الذي قيل انه من اواخر من اطلق عليه لقب يعني امير المؤمنين في الحديث هذا اللقب اطلق عليه ومثلا ايضا الحافظ العراقي شيخه والحافظ السخاوي تلميذه ومن بعدهم أتيت بأسماء أعلام مشهورين أه لوجدنا أنهم يذكرون في ترجمتهم وحفظ الأربعين النووية ومثلا رواها على عن فلان وقرأت عليه وقرأها على فلان طيب إخواني الحافظ ابن حجر ومن ذكرته من العلماء لهم من المصنفات الكبيرة كما تعلمون الحافظ ابن حجر له كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري وله تهذيب الكماء تهذيب التهذيب يعني في أسماء رجال الحديث وكتب كثيرة جدا يعني هذا الإمام الكبير الحافظ الحجة الفقيه المتقن اللغوي المبدع يعني في ترجمته يذكرون أنه اعتنى بحفظ رسالة الأربعين النووية وغيره 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 من كبار العلماء طيب لماذا هذه العناية بهذه الرسالة؟ هل لكونها يعني فقط تحتوي على أربعين حديثا آه يعني أحاديث لها سيأتي معنا طبعا من في في بحثنا أهميتها وأصلها يعني فقط لأنها أحاديث مهمة أو هناك أمر آخر لا بد أن هناك أمر آخر. آه المبحث الذي اريده الان او المدخل المدخل لدرسنا ولقائنا معكم الليله هو المنهج العلمي المنضبط الذي كانت عليه الامه كابرا عن كابر وخلفا عن سلف مشوا عليه وكان من من نتائج هذا المنهج ما وصلنا من كتب ومصنفات وما يعني كنا عليه من حضاره ومكنه في هذه الحياه الدنيا يعني انا اريد ان اقول باختصار اخواني يعني الشغله ما كانت عشوائيه وكل واحد يقرا ما يريد وياخذ من هنا وياخذ من هنا ويعبث باحكام معينه ويتكلم حسب, حسب ما يريد لا يا اخواني الامر كان منهجيا منضبطا فلو وجدنا اذا المنهج الذي نشا عليه العلماء من القرن السابع الى يعني اواخر يعني عصرنا او الى قريب من زماننا كان عندهم منهجيه في قراءة كتب الحديث عندهم منهجيه في في قراءة كتب اللغه عندهم منهجيه في قراءة كتب التفسير يمشون عليها حتى يصلوا يعني إلى مرحلة مرحلة تحقيق مرحلة تصنيف مرحلة رد مرحلة انتقاد لا حرج ولكن لا بد أن يكون متسلسلا في مراحل علمية نشأوا عليها ثم صار لهم يعني مكانا فيها طيب المدخل ايضا للمحطات الفكريه الدعويه في الاربعين النوويه نستطيع ان نقول فيه قسمان القسم الاول ترجمه الامام النووي يعني انا لو اردت في هذه الجلسه المباركه ان اترجم الامام النووي بماذا اتكلم يعني لعل هذا يحتاج الى محاضرات ولقاءات ليس الى لقاء واحد ولا الى مدخل في يعني موضوع ما يحتاج اخواني الى يعني كلام واسع جدا ولكنني ساجمل ذلك فاقول يعني هو الامام النووي رحمه الله تعالى ايها الاخوه اسمه باختصار شديد يحيى بن شرف النووي ولد في قريه او في بلده نوى التابعه لمدينه درعا او حوران، يعني في سوريا. نسال الله سبحانه وتعالى الفرج عنها وعن جميع بلاد المسلمين. وانتسب الى هذه البلده التي ولد يعني فيها فيقولون عنه النووي. وهذه النسبه تكلم عليها العلماء، قالوا النووي او النواوي. النوى فيها هذه الألف المقصورة فالنسبة إليها نواوي أو نووي تكلم العلماء على هذه المسألة ووجدت الحافظ السخاوي الإمام السخاوي إخواني الحافظ شمس الدين السخاوي له كتاب مفرد في ترجمة الإمام النووي وسأذكر لكم أهم الكتب التي أفردت ترجمة هذا الإمام لكن قال عبارة أنا أريد أن أنقلها لكم قال السخاوي في ترجمة الإمام النووي النووي نسبة لنوى والنسبة إليها بحذف الألف على الأصل نوى نووي ويجوز كتبها بالألف على العادة يعني يقال نووي ونواوي يعني كلاهما صحيح قلت الكلام للسخاوي وبإثباتها وحذفها قراتها بخط الشيخ يعني اذا نفهم هنا ان الامام السخاوي الشمس المؤرخ المحدث اطلع على خط الامام النووي ووجده كتبها النووي والنواوي فتتمه لهذه الفائده أكرمني المولى سبحانه وتعالى يعني طبعا اعتنيت كثيرا اخواني بهذه الرساله فقراتها ولله الحمد على كثيرين من الشيوخ وساذكرهم ان شاء الله عندما نتكلم عن اهميه الاربعين فوضعت على غلاف النسخه التي يعني اكرمني الله بطباعتها ما ادري اذا كانت الخط او الصوره واضحه عندكم واضحه هكذا سيدي ابو حسان واضحه واضحه تمام وضعت هنا وضعت هنا نموذجا من خط الامام النووي هذه صورته فماذا كتبت عندما قال السخاوي وبخطه انه وقع راها النووي والنواوي بخط الشيخ كتبت في المقدمه يقول محمد وائل وهذا خط الامام النووي على الغلاف الخارجي بين يديك فانظره ومت به ناظريك. نعم اخواني حقيقه الانسان يتمتع برؤيه خطوط اعلام هذه الامه وائمتهم رضي الله يعني عنهم. اذا هو هنا النموذج الذي وضعته هنا اثبت النووي اسمه بالنووي وليس النووي، يعني هكذا وهكذا. ثم تتمه للفائده كتبت ومدينه نوى. تابعه الان لمحافظه درعا السوريه، تبعد عن مدينه دمشق 85 كيلو متر تقريبا. طيب آه هذا طبعا باختصار. آه هو عندما اتى الى دمشق اخواني نشأ ولد في مدينه نوى، واتى صغيرا الى مدينه دمشق. طبعا آه نحن كلنا نعلم ان الامام النووي اين اين سكن؟ يعني السكن العلمي. السكن الذي العلمي سواء في الدراسه على الشيوخ او في تدريسه للحديث النبوي الشريف، اين سكن اخواني؟ كلنا نعلم انه سكن في دار الحديث الاشرفيه في منطقه العصرونيه غرب الجامع الاموي. طبعا يمكن الاكثر اللي معنا من الشام بيعرفوا هذه الاماكن، لكن من كان يعني من غير دمشق او من خارج سوريا قد يعني لا يعلم فلأجل ذلك نبينها ونشرحها. أول ما أتى الإمام النووي أيها الإخوة سكن في المدرسة الرواحية. نعم. فتباركت المدرسة به رضي الله تعالى عنه. وذكر العلماء في ترجمته أحواله عندما كان فتى صغير شاب وأحواله في سكناه للمدرسة الرواحية. عن عبادته واجتهاده وقيامه وقراءته للقران ودعائه وهمته منذ ان كان صغيرا والمدرسه الرواحيه اخواني هي الان مكانها اذا بتعرفوا اذا جايين من العماره على الجامع الاموي بعد ما ننتهي مثلا بننتهي من الجامع السيده رقيه بيكون على ايدنا اليسار بنمشي شوي بصير في حاله حاره السبع طوالع على ايدنا اليمين بنكمل اللي معي من الشام الان عم يسرح ويمكن وخياله يمرح معي نمشي الى زقاق الغزي بعدين بصير في مفرعين مفرع على اليمين ومفرع على اليسار ماشيين معي تمام ولا ضعتوا؟ فالمهم اذا اردنا ان نكمل وندخل الى الجامع الاموي عاده نمشي على يعني ندخل الى اليمين وندخل الى الجامع الاموي من جهه تلك اللاسه. لا لو دخلنا نحو اليسار هذه الحاره هون في بيت العيطه بتعرفوا بيت العيطه لشوام العتا اذا كانوا معنا بيعرفوا بيت العيطه. اذا مشينا على اليسار قبل ما نوصل بشوي لبيت لبيت العيطه هنا اخواني على اليمين ملاصق للجامع الاموي كان في عندنا مدرسه اسم في اسمها المدرسه الرواحيه، ذهبت هذه المدرسه قديما يعني مع الاسف ازيلت ويعني بحجه يعني ترميمات وكذا ونسال الله السلامه، واقيم مكان يمكن الان في مركز او كذا الى اخره، المهم هنا كان مكان المدرسه الرواحيه التي نشأ فيها الامام النووي. ثم اخواني ختاما لترجمه الامام النووي ما نستطيع ان نطيل لانها تاخذ معنا اذكر باختصار شديد يعني كبار كبار شيوخه من من الذين اخذ عنهم الامام النووي حتى نربط السلسله العلميه ودائما اخواني انا احث الاخوه والاحبه في دراسه اي علم من اعلام المسلمين او اي مذهب حتى مذهب من مذاهب الائمه المجتهدين ان يكون عندنا تصور للسلسله العلميه لماذا في زمننا اخواني يعني مع الاسف صار عندنا شيء اسمه بتر عندنا شيء اسمه انقطاع عندنا شيء اسمه عدم الابوه العلميه وهذا مخيف جدا هذا مخيف هناك الان دراسات اجتمعت ببعض الـ يعني الغربيين ممن يعني يكتبون دراسات عن الشرق الاوسط وتواصل معي ايضا بعض الكتبه ما اجتمعت بهم لكن عبر وسائل التواصل لتويتر وكذا، المهم في دراسات الان عن الشرق الاوسط تتكلم عن موضوع اللهم صل على سيدنا محمد، عن موضوع ايه اسم اطلقوا عليه اسم الحاله العلميه في الشرق الاوسط وخاصة في بلاد الشام، كيف السنوات الاخيرة صار هناك انفصال ابوي في التلقي العلمي، انفصال، شو يعني انفصال؟ يعني ما في داعي لا نحضر عند المشايخ ولا ولا نقرأ على احد، عندنا هذه الكتب وسهل علينا الامر موضوع محركات البحث الآلي يعني وسهل علينا الموسوعات الالكترونية العلمية وسهل علينا يعني وجود الكتب هنا وهناك فصار عندنا انقطاع أبوي نرجع شوي فأي يعني أنا أنصح إخواني من أراد قراءة ترجمة أو الاطلاع على عالم من أعلام المسلمين عليه أن يقرأ الصلة العلمية سواء في مرحلة يعني الشيوخ أو في مرحلة العطاء مرحلة التدريس فباختصار أهم من يعني أخذ عنهم من الأعلام المشهورين الإمام النووي ابن قدام المقدسي الحنبلي ابن قدام المقدسي الحنبلي الزاهد الورع العابد الذي أقام بدمشق وكان أهل الشام يستسقون به وذكر شيخ الإسلام أطلق عليه بلقب شيخ الإسلام هو من شيوخ الإمام النووي ومن شيوخه أيضا وكان نوعا ما قريب من من سنه يعني ما في فرق كبير لانه الامام النووي كما تعلمون توفي يعني صغيرا ما ما كبرت سنه من اخواني من الذين اخذ عنهم الامام النووي الامام ابن مالك الامام ابن مالك اخواني صاحب الالفيه هو من احد الذين اخذ عنهم الامام النووي ويقولون عندما الشراح يشرحون الألفية هذه المنظومة في ألف بيت مباركة عندما يقول الإمام ابن مالك ورجل من الكرام عندنا يمكن لعله في باب المبتدأ والخبر ورجل من الكرام عندنا يقول الشراح قصد به والله أعلم بهذا البيت الإمام النووي هي شيوخه إذا طيب ومن ومن طلابه اخواني من طلابه ايضا سريعا الامام الاشبيلي ابن فرح هكذا بسكون الراء كما عثرت عليها بخط الامام الذهبي هذه فائده مو ابن فرح كما يشيع ويكتب ويعني يطبع على الكتب ابن فرح الاشبيلي ابن فرح الاشبيلي له عده كتب في الفقه واصول الفقه والحديث لكن له منظومه منظومة جميلة جدا تسمى بالمنظومة الغرامية او يعني الاشبيلية او الوضاحية في نظم في نظم يعني علوم الحديث يقول فيها غرامي صحيح والرجاء فيك معضل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل وصبري عنكم يشهد القلب انه ضعيف ومتروك وذلي اجمل ظاهرها في الغزل والحب وكذا وباطنها في تعداد علوم الحديث هذه القصيدة مهمة إخواني كان مشايخنا في الشام قديما يعتنون بها من شرحها من شيوخ الشام الكبار من بيحزر يكتب لنا في واحد كاتب لي كيف الشيخ وائل قال له يا رب أنت أحن علينا من الأم والأب رفيق الحج عام 2010 ايوه ما شاء الله ما عرفتوا مين الاخ اللي كاتب أنه انا كنت معه بالحج عام 2010، المهم سيدنا الشيخ بدر الدين نعم نعم اخواني سيدنا الشيخ بدر الدين اعتنى بهذه القصيده وشرحها وقد قراتها على شيخنا المحاميد تلميذ الشيخ بدر الدين ايام فالمهم من تلاميذ ايوه من تلاميذ آه الامام النووي ابن فرح الاشبيلي رحمه الله ومن تلاميذه ايضا الامام المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال في اسماء الرجال من اكبر الكتب التي ترجمت رجال الكتب السته واشهر تلميذ عنده حتى لقب بالنووي الصغير هو الامام علاء الدين ابن العطار رحمهم الله تعالى اجمعين. يعني هذا باختصار أما وصفه الخلقي رحمه الله فذكروا في ترجمته أنه كان له لحية فيها بعض الشعرات البيض لأنه ما كبيرة يعني وكان أسمر اللون وكان ربعة ما كان طويلا ولا قصيرا وكان مهابا من خالطه أحب ومن رآه هكذا سريعا أو عن بعد هابه رحمه الله تعالى اما مواقفه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومع الظلمه والحكام والسلاطين فذكروا يعني رحمه الله ذكروا فيها الاشياء الكثيره، فنحن الى الان نتغنى باسم الامام النووي ونجل الامام النووي ونحترم الامام النووي، ولكن هذا اخواني له مقدمات له مقدمات نحن نتكلم عن النتائج نتكلم عن النتائج عن عن شهرته ومكانته عند المسلمين وعن كتبه التي كتب الله لها القبول في الأرض فلعلها يعني تدل على قبول عنده في السماء المهم نتكلم عن النتائج لكن لا بد من مقدمات صلاح ورع تقوى عبادة أخذ عن الشيوخ والتخصص في العلم ويعني امر بالمعروف ونهي عن منكر، هذه الاسباب التي ادت الى تلك النتائج، اختصر مواقفه بكلام جميل جدا قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، حقيقه انا والله محتار شو بدي اتكلم بترجمه، يعني والله صعب علي الاختصار اختصار الكلام في ترجمه الامام النووي اصعب بكثير. اصعب بكثير من يعني من البحث عن النقاط المهمه، المهم قال الذهبي: وكان يواجه الملوك والظلمه بالانكار، ويكتب اليهم ويخوفهم بالله. تخيلوا اخواني عصر الامام النووي، القرن السابع والقرن الثامن، الذي نستطيع ان نقول نستطيع ان نقول وبجراه وبشجاعه انه العصر الذهبي للمسلمين تصنيفا وتاليفا وحريه دينيه ومدارس عصر ذهبي وبعد ذلك كان يرى ائمه زمانه عندهم ظلم فكان يخوفهم بالله ويكتب اليهم ويتكلم معهم فنسال الله العافيه وحتى يقول انه كانت له مقابلات معهم وكان طلابه واحبابه يخافون عليه لشده يعني نصحه في الله وتخويفه لاولياء الامور بالله رضي الله تعالى عنه. وايضا في ترجمته موضوع الكتب، موضوع مصنفاته، مؤلفاته رحمه الله، طبعا من حيث الفقه اشهر كتاب عنده المجموع. المجموع شرح المهذب كتاب يعني قيل إنه من عجائب كتب الإسلام فقها وسردا للمسائل وذكرا للأدلة ومناقشة المذاهب من كتبه في المصطلح في مصطلح الحديث التي والله رأيت فيها بركة ويعني أنا أنصح به إخواني طلاب الحديث في المرحلة يعني اخر المست... انا عندي تدريس المصطلح عندي ثلاث مستويات فاما في اخر المستوى الاول او في بدايه المستوى الثاني انا انصحكم بكتاب ارشاد طلاب الحقائق الى معرفه سنن خير الخلايق ارشاد طلاب الحقائق كتاب يغفل عنه انصحكم به ورحم الله من اوصاني به وحثني على قراءه قراءته هو شيخنا المحاميد رحمه الله تعالى انا طبعا اذكره في هذه المحاضره لعده امور اولا هو من درعه يعني بلدي بلدي الامام النووي من بلده ثانيا والله كان يذكره لي كثيرا جدا وينقل يعني كثيرا من اقواله ومسائله وكان يقول لي أنا أحب الإمام النووي وأتشبه به ثم قرأت عليه الأربعين النووية فأنا مضطر أن أذكره في محاضرتنا كثيرا فالمهم هذا الكتاب نصحني به شيخنا المحاميد حتى النسخة التي عندي عليها خطه إن شاء الله يعني في قادمات الأيام إن اجتمعنا أريكم إياها فأيضا من كتبه الشهيرة كتاب الأذكار وتعلمون العلماء كم وكم قالوا في كتاب الاذكار واعتنوا به ومن كتبه رياض الصالحين هذه اهم الكتب ثم وفاته توفي رحمه الله تعالى بعد ان رجع الى بلدته نوى واكمل من العمر يعني صار الامام النووي بلغ من العمر 45 عاما مباركا قضاها اما في عباده او تعلم او تصنيف رحمه الله تعالى وختاما لهذه المقدمه في ترجمه الامام النووي احثكم او ادلكم على مصنفات ترجمه الامام النووي، يعني ادلكم على كتب مفرده في ترجمه الامام النووي، فمن الكتب المفرده في ترجمته من اهم الكتب كتاب تلميذه ابن العطار او ما الذي يسمى بالنووي الصغير واسمه تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين في جزء وهو مطبوع ومن الكتب أيضاً المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي لشمس الدين السخاوي الحافظ المؤرخ وأيضاً من الكتب المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي للسيوطي ومن الكتب المعاصرة وهي من تاليف استاذي العلامه اللغوي، واكيد يمكن العم الدكتور ابو حسان يعرفه واخذ عنه، هو استاذنا الشيخ عبد الغني الدقر رحمه الله تعالى، له كتاب اسمه الامام النووي شيخ الاسلام شيخ الاسلام والمسلمين وعمده الفقهاء والمحدثين، كتاب مفرد جيد جميل جدا معاصر وطبع ضمن سلسله اعلام المسلمين في دار القلم، كان الشيخ رحمه الله استاذنا الشيخ عبد, عبد الغني الدقر ايضا اهداني هذا الكتاب وكتب عليه يعني بخطه رحمه الله تعالى ورحم الله الامام النووي، ختاما اختصر الكلام عن الامام النووي بوصفه بكلمات كتبها الحافظ السخاوي. قال الامام السخاوي في ترجمه الامام النووي قال الامام الحافظ الاوحد شيخ الاسلام، اخواني انتبهوا الامام الذهبي هو يعني اشهر العلماء تأريخا وبدقه يعني لا يصف احدا اوصافا اعتباطيه او اوصاف كما نقول هيك يعني للبركه والمديح لا كلمات دقيقه مثل ميزان الذهب مثل ميزان الذهب يقول الامام الحافظ الاوحد القدوه شيخ الاسلام علم الاولياء محي الدين ابو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله تعالى يعني نستطيع ان نجمل ترجمته بهذه الكلمات ثم الان اخواني ننتقل الى القسم الثاني من المدخل نحن ما زلنا في مدخل محاضرتنا، والله العم ابو حسان الله يصبره علينا في هذه المحاضره، ان شاء الله يعني تكفينا ما بنعرف شو بيصير معنا، طيب يا عم سيدي ابو حسان نجمل يعني انا طبعا اجمل بقدر استطاعتي او لعلنا ناخذ محاضره ثانيه لا ادري الامر عندكم. ممكن الجواب بسرعة يا سيدي أبو حسان والله سيدي إذا بتكرمونا محاضرة ثانية حتى يأخذ طيب توكلنا على الله لأنه والله الكلام شيء أه. أخواني ماذا نتكلم عن هذا الإمام بالله عليكم إمام إمام له مكان عند المسلمين على اختلاف مناهجهم ومدارسهم وكلمة مناهجهم ومدارسهم ومذاهبهم تعلمون وأنتم أهل علم ومعرفة ما شاء الله يعني إخواننا في المركز المنتدى الثقافي أهل ثقافة ومعرفة وأنا شايف بعض الإخوة من طلبة العلم والأساتذة جزاهم الله خيرا حسنوا الظن ونوروا مجلسنا يعني أنا الآن أقرأ بعض الأسماء بارك الله بهم جميعا عندما نقول المسلمون على اختلاف مذاهبهم ومناهجهم ومدارسهم أنتم مدركون بلا شك ماذا تحت هذه الكلمة صح؟ يعني ما بدنا نحكي اكثر من هيك، كل من كل هذه المدارس والمناهج يعني من دون تسميات وتصنيفات وتقسيمات اذا قالوا او نقلوا او كتبوا قال النووي فلها مكانه عاليه، فماذا نتكلم؟ والله ايها الاخوه انا متشرف ومتبارك وانشرح صدري. عندما الدكتور العم أبو حسان يعني اتفقنا عن موضوع المحاضرة وجاء في بالي هذا العنوان إن شرح صدري أنني سأتكلم عن هذا الإمام الكبير والله إن انشرح... ذكرتوني بشيء من فضل الله تعالى شوفوا شلون السيرة بتروح من قصة لقصة الإمام النووي كما تعلمون كان في دار الحديث الأشرفية درسه درس ودرس هناك وحتى كما تعلمون دار الحديث اخواني اشتهرت به، شو رايكم؟ اشتهرت به ورحل اليها الحفاظ والمؤرخون والفقهاء اما في عصره للاخذ عنه او هنا العجيب بعد وفاته حتى يقولون دخلنا دار الحديث الاشرفيه، شو رايكم؟ نحن عم نتكلم عن كبار حفاظ الأمة والمسلمين ما عم نتكلم بل مؤاخذة عن عوام أو يعني مربين أو زهاد أو عباد كبار أعلام الأمة تعلقهم بالإمام, بالإمام النووي هكذا كان المهم دار الحديث الأشرفية فيها مصلى أكرمني المولى سبحانه وتعالى وخطبت مرارا وتكرارا في مصلى دار الحديث الأشرفية في العصرونية يا سيدي أبو حسان أنا خطبت بدار الحديث كما تعلمون دار الحديث هلا بيقولوا الشيخ بيحكي من اليمين لليسار بروح شروي غروي المهم دار الحديث الأشرفية من أواخر من درس فيها كان سيدنا الشيخ بدر الدين رضي الله تعالى عنه طبعا طبعا سكنها أيضا سيدنا الشيخ بدر الدين ودرس فيها وذلك بسبب والده الشيخ يوسف الحسني لأن دار الحديث الأشرفية اعتدى عليها بعض التجار يعني من المسلمين وغيرهم مع الأسف وأخرجوها عن كونها مدرسة وصارت مثل مستودعات يحطوا فيها غراض وقصص وسير فجاء الشيخ يوسف الحسني بالتوافق مع الأمير عبد القادر الجزائري ورحل الشيخ يوسف الحسني إلى اسطنبول واجتمع بالسلطان العثماني وأخبره بماذا حل بدار الحديث الأشرفية فأعادها مدرسة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فكرامة للشيخ يوسف الحسني صار سيدنا الشيخ تولى يعني مشيخ دار الحديث سيدنا الشيخ بدر الدين وسيدنا الشيخ بدر الدين يعني ابنه أو يعني أحفاده تولوا الخطابة في دار الحديث الأشرفية فكان السيد بدر الحسني بتعرفه مو هيك العم ما ادري ما اخباره حفظه الله يمكن كان ساكن في الامارات العربيه فالمهم كان هو خطيب الرسمي عند الاوقاف فكنت من فضل الله اخطب بالنيابه والوكاله عنه ولله الحمد والمنه والله عندما كنت اصعد الى منبر دار الحديث الاشرفيه والله انظر هكذا فقط الى الاحجار اقول يا الله هذه الاحجار والجدران التي تسمعني الان والله ماذا ستقول؟ يعني اخجل اخجل منها هذا المكان الذي سكنه ودرس فيه الامام ابن الصلاح، المزي، دخله الحافظ ابن حجر، البرزالي، المنذري، السبكي، الذهبي، ابن تيميه، فلان وفلان وفلان، هذه الاحجار سمعت كلامها اولئك الاعلام وحضرت دروسهم، كيف ستسمع مني الان؟ والله كنت اخجل من جدرانها. وكنت اخجل من من احجارها لكن كان لها وقع عظيم في نفسي يعني لماذا لانها سكنه الامام النووي وسكن كبار حفاظ المسلمين فماذا نختصر المهم فالامام النووي رحمه الله تعالى ذكره بركه وجود كتبه في البيت بركه فكيف بالانتفاع بها والقراءه منها نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع. هذا القسم الأول في المدخل الذي يتعلق بترجمة الإمام النووي، ثم القسم الثاني جعلته في أهمية النووية. وأهمية النووية فيه يعني جعلت عندي يعني باب، جعلتها يعني جعلت فيها بابين اثنين، الباب الأول باختصار أصلها أصل الأربعين النووية. طبعا هذه الاربعين هذه الاربعون النوويه اخواني مرت بمراحل وكثير يعني ممن اعتنى بها غفل عن هذا يعني مرت بمراحل علميه ليست هكذا وصلتنا يعني الامام النووي جمعها أربعين هكذا ويعني يعني تم الامر لا مرت بمراحل عده ومن فضل الله تعالى في تحقيقي ونشري لهذه الأربعين استطعت أن أختصر هذه المراحل العلمية باختصار شديد، يعني باختصار شديد ومركز، ويعني سأقرأ لكم باختصار من المقدمة من المراحل التي يعني جُمعت خلالها هذه الرسالة، كتبت وساقرأ باختصار طبعا فائده حول اصل هذه الاربعين، مرت الاربعون المباركه بثلاث مراحل، المرحله الاولى المرحله الاولى انتبهوا اخواني ان الامام الحافظ الفقيه ابن الصلاح طبعا ابن الصلاح اخواني هو اول من تولى مشيخه ماذا؟ دار الحديث الاشرفيه شايفين اخواني دار الحديث الاشرفيه كم وكم لها يعني مكانه عند الامه وعند المسلمين بما يتعلق بحديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والله بتمنى يا, يا عمي الدكتور ابو حسان لو يفرد مو انا يعني لا لو تفردون محاضره مع الاكارم مع الكرام والدكاتره الاساتذه لو نتكلم فقط عن تاريخ دار الحديث الاشرفيه، تذكرون عندما تكلمنا عن الاوقاف في محاضره معكم تكلمنا عنها باختصار لكن لا لا صدقا ينبغي ان تفرد بمحاضره بمحاضره حتى تعلم الامه مكان هذه المدرسه وماذا قرئ فيها ومن تخرج بها من اعلام الامه، المهم الامام ابن الصلاح اخواني هذا الامام الحافظ الذي له كتب منها واشهرها المرجع والعماد. في مصطلح حديث النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة ابن الصلاح هذه هي المقدمة التي اعتنى بها العلماء وشرحوها وألفوا عليها الحواشي والكتب اسمها مقدمة ابن الصلاح كتبها أين؟ في دار الحديث الأشرفية كانت عبارة عن دروس تملى ثم, ثم جمعت فالمهم الأربعون النووية مرت بمراحل المرحلة الأولى أن الحافظ ابن الصلاح أملى مجلسا حديثيا في دمشق. يعني كأن الطلاب طلبوا منه حديث مجلس حديثي أو طلب منه طلبوا منه أن يحدثه فسمى هذا المجلس الأحاديث الكلية. شو يعني الأحاديث الكلية يا إخواني؟ الأحاديث الكلية التي يعني قيل قيل فيها إن مدار الإسلام عليها أو قيل فيها إنها ثلث الدين أو قيل فيها إنها نصف الدين أو قيل فيها إنها ربع الدين انتبهوا هذا هو أصل أصل محاضرتنا الآن أصل محاضرتنا إذا الأحاديث الكلية التي تشتمل على عظيم أمور الإسلام إخواني الإسلام هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده مع خاتم الانبياء الى اخر هذه الحياه الدنيا هذا الدين هذا الدين العظيم ليس دينا متعلق بالعباده فقط والشعائر خطا والمعاملات خطا لا هو دين في عباده وفي معاملات وفي اخلاق وفيه تربيه فأنا دائما يعني في من خلال دروسي أو لقاءاتي مع الإخوة والأحبة دائما أكرر من يحصر الإسلام في باب فقد ظلم هذا الدين. إخواني ديننا مو بق مو فقط فيه لحية مع احترامنا للحية. ديننا ليس فيه عمامة مع احترامنا للملابس الدينية. ديننا ليس فيه فقط عبادات مع احترامنا وعنايتنا وأهميتنا وإجلالنا للعبادات، ديننا ديننا فيه كل شيء. طيب كيف نستطيع ان نتخيل هذا الدين العظيم؟ من خلال الاحاديث الكليه التي قال العلماء انها جمعت اصول الاسلام او قواعد الدين الى اخره، فالحافظ ابن الصلاح جمع الاحاديث الكليه التي قيل فيها ان ان مدار الدين عليها إذن أمر مهم جدا إخواني مو مجرد والله صلاة وعبادة وحاج كل شيء طيب فاشتمل مجلسه على ستة وعشرين حديثا آه، انتبهوا انتبهوا الأصل ستة وعشرين حديث جمعن الإمام الحافظ ابن الصلاح ودرسن وين بدار الحديث الأشرفية المرحلة الثانية أخذ الإمام النووي هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح اخذ سته حديث تمام وضم اليها ثلاثه احاديث في كتابه بستان العارفين هذا كتاب للامام النووي فيه عن الاخلاق والتربيه واداب الشيوخ واداب الاساتذه مهم جدا اسمه بستان العارفين مع الاسف هذه الكتب المهمه في الاخلاق والاداب صارت لا تقرا صارت لا يلقى اليها الضوء، ماذا يراد بالشرق الاوسط وبالامه وبالمسلمين؟ نسال الله السلامه، طبعا كلامي تحته كلمات، المهم آه الامام جاء الامام النووي اخذ الاحاديث التي املاها ابن الصلاح وضم اليها ثلاثه فصار المجموع تسعة 29 حديثا، شوفوا المراحل، ثم زاد عليها حديثا واحدا في كتابه الاذكار وأوصلها إلى ثلاثين حديثا تمام إخواني هي المرحلة الثانية ثلاثين صاروا المرحلة الثالثة زاد الإمام النووي على هذه الثلاثين حديثا بعد ذا على هذه الثلاثين اثني عشر حديثا وأفردها بالتصنيف فصارت الأربعين النووية هذه المراحل باختصار شديدها باختصار شديد التي مرت فيها هذه الرساله. هذا الباب الاول، الباب الثاني آه الذي يتعلق بعنايه العلماء بها، هل نكمل او نقف هنا؟ ممكن اتكلم عن عنايه العلماء بها خمس دقائق سيدي ابو حسان او اقف؟ نعم نعم سيدي خمس دقائق ان شاء الله خمس دقائق، عنايه العلماء بها، الغريب العجيب اخواني كما ذكرت لكم في المقدمه عنايتهم بحفظها وتدريسها عناية من؟ كبار حفاظ المسلمين عناية من؟ كبار علماء المسلمين لعل الآن بعض يعني من كبرت عليه نفسه أو كثرت ألقابه إذا بدك تعطي يعني رسالة الإمام النووي الأربعين يدرسها أو يدرسها أو تسأله هل حفظتها هل رويتها عن الشيوخ يعني سيستصغر ذلك ويقول لا نحن عندنا تخصصات مدرشوه الكلام هذا اللي لا يسمن ولا يغني من علم ولا ولا نفع ولا جوع لعله يستصغر هذه مع ان الكبار اعلام المسلمين اعتنوا بها هذا ذكرناه في المقدمه لكن هنا انا ماذا اريد ان اذكر اريد ان اذكر اخواني عنايه الامه بالاربعين النوويه من خلال فقط الكتب التي الفت عليها أيضا سأجمل ذلك سريعا لكم سأجمل ذلك الله يزيهم الأخوة الذين يتواصلون مع معي الآن ويسألون عبر الواتساب أب فسأجمل ذلك لكم ونتكلم عن شروح عن شروح إخواني عن شروح العلماء الكبار لهذه الأربعين يعني ستستغربون لو قلت لكم الشروح تكاد لا تحصر نعم نعم، والحواشي التي كتبت على الشروح أيضاً إخواني لا لا تحصر، فمن أشهر الشروح على هذه الأربعين شرح تلميذه ابن العطار، وهو شرح مبارك جميل، ماذا فائدته؟ فائدته أنه حاول أن يشرح هذه الأحاديث بكلام جامعها الإمام النووي، هذا مما يمتاز به بعد رحلتي الطويلة يا ايها الاخوه والاحبه والمستمعون، بعد رحلتي الطويله مع هذه الاربعين تدريسا واعتناء وطباعه وروايه، انا اقراتها بمختلف المدن والقارات ولله اقراتها في اوروبا عندما كنت في المانيا، واقراتها في يعني في في قارتنا اسيا، واقراتها في افريقيا، اقرأتها في ماليزيا، في اندونيسيا، في في تركيا عشرات وكرات، في الدول العربيه، في الكويت، في السعوديه، في قطر، ولله الحمد عشت معها سنوات طويله. طيب من من يعني اختصر لكم يعني الشروح واعطيكم بفائده عن كل شرح، من شروحها شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي اسمه جامع العلوم والحكم، يمتاز هذا الشرح انه اتى على ومضات فقهيه اصوليه فقهيه اصوليه ومن شرح وممن شرحه العلامه ابن حجر الهيتمي وشرحه يمتاز بمحطات اصوليه لغويه قل من تنبه لها ومن شروحه ايضا شرح ملا علي القاري ويمتاز بوقفات حديثيه وما يتعلق بروايات الاحاديث وزياداتها و يعني وبعد ضبط كلماتها وما صح رواية وما صح لغة ومن الشروح التي يذكرها العلماء شرح العلامة الجرداني وشرح الشبرخيتي هذه الشروح تمتاز بموضوع التربية والأخلاق والآداب فهذه بعض الشروح وإلا شروحها كثيرة جدا وهناك من جمع رسائل في عناية العلماء بشرح الأربعين النووية وفي هذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعض الاخوه يسال ما اسم كتاب الامام السيوطي في ترجمه الامام النووي اسمه المنهاج السوي في ترجمه الامام النووي، واذا ترغبون انا في مقدمتي لطبعتي وتحقيقي للاربعين، ذكرت اهم الكتب التي افردت الامام النووي بالترجمه. عذرا منكم ما استطعت ان اختصر اكثر من ذلك وما دخلنا على الاحاديث بعد والله المستعان. جزاكم الله خير واحسن اليكم، الله يبارك فيكم، حلقتم بنا كعادتكم دوما. العفو العفو يا سيدي والله آه. كلام يشرح الصدر عن هذا الامام ما ما تبدو يعني ما استطيع ان اعبر عن مشاعري والله يا سيدي ابو حسان الحمد لله طيب عليك فيك يا سيدي افتح المجال الان للاسئله والمداخلات فعلى من لديه سؤال او مداخله فليتفضل برفع شو ابو ال... حسان برفع اليد من بسم الله محمد بخلي ايه تفضل تفضل دكتور بخلي. هل تزوج الامام النووي هو من العلماء العزاب رحمه الله تعالى وحتى الشيخ عبد الفتاح ابو غده له كتاب من اراد ترجمه جميله مركزه يعني مو كتاب مفرد ولا مختصره من اراد ترجمه علميه تربويه شوفوا تجمع بين الامور العلميه والتربويه فليقرا ترجمه الامام النووي في كتاب الشيخ عبد الفتاح ابو غده العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج، فهو من العلماء العزاب. ولاجل هذه الصفه، بارك الله بالسائل على هذا السؤال. ولاجل هذه الصفه في الامام النووي، أه ساقرأ لكم ما كتبته في خاتمه مقدمتي لتحقيقي الاربعين، كتبت: وان كان الامام النووي من العلماء العزاب الذين ما كتب لهم الولد والذريه، اهل العلم وطلبته من عصر النووي الى يومنا هذا هم اولاده وذريته ولا اظن انه يمر يوم على الدنيا الا ويذكر فيه الامام النووي او يقرا في كتاب من كتبه او يترحم عليه او يدعى له بخير بارك الله بك على هذا السؤال نعم غيره يا سيدي تفضلوا جزاكم الله خير اي سؤال اخر او مداخله من الاخوه، هل يرغب احد من الاخوه بتوجيه سؤال استاذ المحاضر؟ نعم نعم لو سمحتم تفضل دكتور جهاد هل هل قدم الامام النووي لكتابه هذا او مهد له بسبب اختيار هذه الاحاديث؟ نعم اي نعم، وان شاء الله موضوع مو... ان شاء الله محاضرتنا في الاسبوع القادم المحطات الفكريه ويعني الدعويه كتبت هنا عندي المقدمه عندنا ومضه خاصه عن المقدمه ومضات علميه وتربويه نعم ان شاء الله في الدرس القادم جزاكم الله خير سؤال مهم سؤال مهم انا اخواني ما ينبغي بمنها بطالب العلم او طالب الثقافه والمعرفه بيمسك كتاب بده يقرا فيه ولا يطلع على المقدمه ما ينبغي ذلك فشكرا للعم المتفضل على هذا الانتباه نعم الله يبارك فيكم اي سؤال اخر او مداخله من الاخوه ما حسينا بالدرس والله اليوم يا سيدي ابو حسان شعرت معي هيك والله ما حسيت انه ممتع كان ونافع ما شاء الله الله يبارك فيكم الله يبارك فيك استاذنا في يعني معلومكم ما يعني القضيه لانه ظاهره بتعرف طفت من فتره بسيطه موضوع الامام النووي والعقيده شو رايكم بالامر لانه صار في لغط كثير الامر سهل جدا الامام النووي يمثل السواد الاعظم للمسلمين سلفا عن سلف وخلفا عن سلف رضي الله تعالى عنه وعن علماء المسلمين اجمعين امين احسن شيء نعم الله أي نعم انا مدرك تماما عمق كلامك وكذا اختصره بهذا الكلام من 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 انا وغيري وامثالي حتى نكون حكما حكما على عقيده الامام النووي بل انا اريد ان اقول لكم كلاما مهما جدا ذكر العلماء واشار الى ذلك الامام البخاري واشار الى ذلك ابن المبارك واشار الى ذلك كبار اعيان المسلمين ان امتحان الناس في عقائدهم ويعني إثارة المسائل المشكلة هو من صفات الخوارج والتكفيريين والغلات امتحان الناس احفظوها هذا نقل عن الإمام البخاري امتحان الناس شعار أهل البدع وشعار وصفات الخوارج صرف الله شرهم عنا وعنكم وعن جميع المسلمين آمين الله يبارك فيكم أي سؤال آخر أو مداخلين؟ نعم حسان تفضل دكتور جمال تفضل يا سيدي الله يجزيكم الخير محاضره قيمه جدا اهلا يعني وسهلا علي اللي اللي ذكره اخ ابو حسان يعني انه مؤخرا يعني كتراني هالبوستات بالسوشيال ميديا على الامام النووي والامام ابن حجر وهذا مثل ما تفضلتوا يعني اي تعليق انا مني انه اخذ العلم ما يؤخذ من السوشيال ميديا ولا من ياخذ من العلماء ومن الناس اللي اللي عندهم علم في نعم. في سبب انه مؤخرا يعني زايد هالامور هي، أدوني يعني هذا همولوثي. هذا مرتبط هذا مرتبط ببدايه محاضرتنا، كنت كاتب كمان ايضا حول هذا الموضوع حول موضوع لماذا اعتمدت الاحاديث الكليه؟ ما ادري اذا كانت واضحه أم لا فهذا يرتبط يرتبط بصلب محاضرتنا بتحبوا نتكلم باختصار ولا نخليه للدرس القادم تفضلوا سيدي تفضلوا في معنى وقت يعني شاء الله. باختصار شديد هنا اخواني لماذا انا قلت لكم اصلها انه في احاديث كليه اخذ ابن الصلاح ومرت بمراحل حتى جمع الامام النووي طيب لماذا فعل هكذا العلماء يعني اعتنوا بالاحاديث الكليه ثم جمعهم النووي واعتنى بهذه الرسالة الأمة كلها على اختلاف مدارسها الذي نريده من هذا إخواني أن العلماء عندما كانوا يعلمون العلم على اختلاف يعني أنواعه وأقسامه كانوا يبدأون بالأمور الكلية يقدمونها على على الجزئية ويعتنون بالأصول ويقدمونها على الفروع لماذا لان هذا المنهج هي الربانيه في التعليم الربانيه نحن نقول احيانا بعض العلماء يصفون بعض العلماء يقولون العلامه الرباني او الامام الرباني بعض الناس يعتقد ان هذا الوصف يعني وصف صوفي متاخر صحيح ولا لا سيدي ابو حسان هكذا يعتقد ان كلمه الرباني يعني كلمه تتعلق بالصوفيه وهذا خطا هل تعلمون من اشار وشرح وذكر كلمه الرباني هكذا بوضوح وصراحه ويعني وبدقه من ذكرها واوردها تتعجبون الامام البخاري في صحيحه قليل من تنبه لهذا الموضوع الامام البخاري اورد في مقدمات بعض الاحاديث في الصحيح قال الرباني هو الذي يعلم الناس دقائق العلم و و و و وشرح هذه العبارة الشراح الحافظ ابن حجر والحافظ العيني والقسطلاني توسعوا في المسألة هذا جواب العم ما سبب هذا الذي ينتشر أنهم ما نشأوا على حلقة عند وفي حلقات العلماء الربانيين يعني ما ما ما, ما مشوا على قاعدة علمية في التعلم، ما قرأوا الاحاديث او او المعلومات الكليه ما قرأوا الامور العامه قبل الجزئيه، نشأوا نشأه تخبط هذا اللي بيسموه من يجمع علمه عن عبر مواقع التواصل ما عنده ربانيه، لماذا؟ لانه يقرأ ما هب ودب. ما عنده منهج، عدم وجود المنهج العلمي هو الأدى للذي تفضل به العم طيب هلأ لماذا اختير, اختير كلمة الإمام لماذا اختير الإمام النووي سهل جدا الجواب سهل جدا لماذا لأنه علم من أكبر أعلام المسلمين وصلت الفكرة يعني مثلا إخواني عندما يطعن بالإمام الغزالي وبإحياء علوم الدين بعض الناس يعتقدون ان الطعن بالغزاء بالغزالي بالامام الغزالي هو طعن بعالم وعندما يتكلمون على كتابه بسبب وجود بعض الاحاديث الضعيفه وفيه صحيح وفيه حسن وفيه غير ذلك يعتقدون ان المساله شخصيه خطا اخواني خطا ما هكذا تدرس الامور الامام الغزالي كان حصنا للامه في وجه الفلاسفه والملحدين والزنادقه في زمنه لولا الامام الغزالي لكان الالحاد في العصور الوسطى اكل المسلمين وبلادهم انا ما بيهمني والله انه كان صالح وعابد من الاولياء والصالحين على راسي لكن هذا امر نحن نتكلم عن امر ابعد من ذلك فالف كتابه تهافت الفلاسفه عرفتوا شلون وكذلك النووي كان حصنا للامه ومرجعا لكبار علمائها، فالطعن فيها طعن, طعن فيه بالنووي طعن بماذا؟ بكل هالمرجعيات تمام؟ الله يزيل الخير على الاستاذ يعني هو الواحد احيانا بصير عنده تردد يحكي ولا ما يحكي، يصرح ولا ما يصرح، حقيقه فتن فتن تدع الحليم حيران فرضي والأشوف لحقلكم خلاصة الكلام الإمام النووي ذكره وعلمه وكتبه بقيت إلى زمننا وإلى ما يشاء الله تعالى وخذوها مني يعني ما لح بعد لكم ياها خذوها مني إن شاء الله بتكونوا كلياتكم موجودين أربع خمس سنين أربع خمس سنين إخواني اللي حكوا على الإمام النووي لح في يعني أماكن عيب نذكرها على, السا... على... بسموها أماكن كذا في التاريخ أربع خمس سنين فنسأل الله العلم النافع. آمين، الله يبارك فيكم. أي سؤال آخر أو مداخلة؟ ما اسم العصر آمين. الذي كان فيه النووي؟ العباسي ولا لا الأيوبي، الأيوبي، الأيوبي. نعم، جزاك الله خير. أكرم. أكرمكم الله. في انا عم بقرا على المحادثه بعض الامور لنشوف نعلق عليها شوقتنا الى الامام النووي أي والله يا سيدي اي والله اشتقنا اليه هل من هل هناك من رثى الامام النووي بنظم او شعر كثير كل الكتب التي ترجمت الامام النووي تكلمت على هذا يعني الشيء من تكلم عنه أطلع عن تعدى مع الاسف عندما فجروا ودمروا مرقد الامام النووي حقيقه امر مؤلم أنا أكرمني المولى سيدي أبو حسان أنتم بتتذكروا الشجرة اللي كانت عند قبر الإمام النووي شفتوها؟ أي نعم أي نعم أنا أذكر أنا كنت من فضل الله أيام دمشق لما أي نعم. إخواننا لما كنا ننتهي من من درس الأربعين النووية كنا غالباً ما نطلع مع الأخوة مثل بيقولوا شمة هواء وسيرانة ونجعل ختم الأربعين النووية عند الإمام النووي هناك من فضل الله كثيرا وسافرت مع كثير من العلماء الى يعني نوى وزرنا قبر الامام النووي مع الشيخ محمد امين سراج شيخ تركيا وعالمها ووارث علمائها زرنا بمعيته قبر الامام النووي وسيدنا الشيخ احمد الحبال مرارا وتكرارا زرنا يعني قبر الامام النووي ثم تعدوا عليه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والان <applause> ظهر عندي ظهر عندي ما شاء الله فضيلة سيدنا واستاذنا الشيخ موفق الله. اي نعم الله. بارك الله فيه ورحم والده وجده الله. الذين يذكروننا بهؤلاء الاعلام والكلام عندكم مولانا الان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بس في رساله صغيره بدي اقول الاخوه للشيخ علي الطنطاوي عن الامام النووي يعني جامعه مانعة صغيره زي نعم زي هذه أكيد. من الرسائل التي كانت تسمى بالرسائل الجامعيه ايام عملهم ويعني نعم. ايام عملهم في الجامعه رسائل جامعه دمشق فاصدروا هناك رسائل صغيره منها ترجمه الامام النووي والله يزيكم الخير يا دكتور موفق تمتاز هذه الرساله بالمحطات التربويه الاخلاقيه في ترجمة الإمام النووي، جزاكم الله خيراً، وإياكم. فمن أراد يعني وجبة سريعة مختصرة لا. وجبة جاهزة ليقرأ هذه الرسالة. نعم جزاكم الله خيراً. الله يبارك فيكم يا سيدي، الله يحفظكم. سيدنا دعاء دعاء إن شاء الله هيك بنهاية المحاضرة وإن شاء الله من يعني نتكلم في موضوع المحاضرة الثانية إن شاء الله نحجي. إن شاء الله، يعني ما دخلنا بالموضوع ما أتينا بالمحطات يا سيدي، الله يكون بالعون. لساتنا ببر الأمان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم انا نسالك علما نافعا، اللهم انا نسالك علما نافعا، اللهم انا نسالك علما يقربنا اليك، اللهم انا نسالك علما ينفع الاسلام والمسلمين، ونعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بك من علم يجر وبالا على الاسلام وعلى المسلمين، نعوذ بك من علم لا يزيدنا حلما، نعوذ بك من علم يزيدنا كبرا، نعوذ بك من علم لا لا يجعلنا نتكلم بالحكمه والموعظه الحسنه، اللهم انا نسالك ان ترحم علماءنا ومشايخنا وائمتنا وان تكرمنا بادابهم واخلاقهم وان تعود علينا بعلومهم يا رب العالمين، اللهم انا نسألك فرجا عاما يعمنا ويعم جميع المسلمين، اللهم من حضر معنا في هذا اللقاء وفي هذا المجلس، اجعلنا نجتمع معا في الفردوس الاعلى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتاك بقلب سليم، اللهم انا نسألك قوه وصحه وعافيه اللهم انا نسالك صلاحا في في حياتنا وصلاحا لاولادنا وسكينه واطمئنانا بارك لنا في اموالنا وذرياتنا وعلمنا وعملنا بكرمك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير الله يبارك فيكم نلتقي ان شاء الله عن جزاكم الله خير السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله